وبعدين معك يعني غش يلا خانقني. أنا ما بحب هذا الجانب، جانب الوحش هاد منك، هلا. إيه؟ تعا تعا. تعا. ماني شبك زعلت كنت عم بمزح معك، وأنت ياما مساوي كتير شغلات فيني. تتذكر وقت وقعت نافية بسلة الزبالة كانت ريحتها بتقرف وقتها؟ هدلك شهيد كان كتير لطيف ما؟ وانت خليته ينتحر بتتذكر؟ يا إلهي انت ساويتني خدامة. تعرف شو يعني ساويتني خدامة ولا لسه ما اكتشفت؟ وانت لا 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 خليتني نظف لك بوطك الوسخ، تتذكر؟ كيف تجرأت؟ كيف بتعمل كل هالشي معي أنا؟ قلي ليش هيك عملت؟ قلي ليش؟ ناديني بس ليش ما بتحكي؟ ليش سويت هالشي كله معي؟ وقفي! أنا كنت دائماً أحميكي، وقت صار كل هالشي مع شو كان اسمها؟ نافيا. وقت وقعت بزبالة، ديروف كان هنيك جنبها لحتى ينقذها، وقت شاهيد تبعي، وقت كان واقف على التراس على الحفة كان بده ينتحر، ديروف كان هنيك لينقذه. ايه انا بعدتهم مثل ما قلت، انا دائما هنيك لأحميكي. انا عرفت كل شيء، وانتي انتي حتى ما احتجتي لحدا يساعدك لانك ضربتيني كف قدام كل العالم. بصراحة انا كان بدي انقاذ منك. انزل ضربتي كانت بهالروعة؟ انت متذكر؟ انا فخورة بحالي، وبعد هالشي انا فكرت صير ملاكمة هيك. نعم انت كنت عم تتوجع، انت انضربت هون عم تنزف هون ما هيك؟ انسى كل هاد، انا رح اعالجها. نانديني سيطري على حالك منيح وفيقي. خدي غراضك يلا. لوين رايحين؟ ماني ليش طلعتني لهون؟ انت طويل بتقدر تنزل، بس انا شو اعمل بحالي؟ كيف بدي انزل من هون؟ يا ربي منك. لا تخافي بتنزلي. اسمعي خدي هي. طيبة؟ كتير حامضة. يا عن جد؟ مو طيبة. مع انها بتجنن. عم تتمسخر؟ يا ربي ماني مالهوترة، انت كتير بتضحك. اسمعي لا ترمي يا بعيد. اوكي ماشي. ارتعي دمك. لا. ارتعي دمك.
مسكيها منيح، ضلي عم تاكليها. شوف السما قديه قريبة منا، حاسة إنه فيني ألمس كل النجوم وأمسكن كلن. تعرف شو؟ أنا ما بدي ألمسن، أنا بدي أمسكن وأرميهم لبعيد. أنا ما بحبكن يا نجوم، أنتو عم تسمعوني؟ خلص ماشي ماشي ماشي، هدي هدي. أنا ما بحبهم. طيب ماشي، هنن بس نجوم، شو المشكلة؟ الصراحة بحبهم كتير، هنن عن جد حلوين وبيضلوا عم يلمعوا طول الوقت. طلعي قديه كتارو حلوين. انت بتحبهم؟ اكيد لانه عم يلمعوا. ماني تعرف، مع هيك أنا ما بحب النجوم أبداً. الفراشات يلي عندي بيلمعوا أكتر منهم بكتير، أكتر من هيك. صح أنا ما بحب النجوم عن جد، بس أنت خليك جنبي للأبد، لا تفارقني ماشي؟ ورح ضل ألمع مثل النجوم. ثانية، أنت منيحة؟ كيف حاسة حالك؟ أنا بشو حاسة؟ عم عيش أول حب. تمام. أنت شو حاسس؟ إيه؟ أولى شو؟ يا ربي شو شربانة؟ أنا ما شربت. خلص سكتي، أنا ما سألتك شي. هيك منيح؟ ايه احسن بكتير. ايه انتي اصلا ما فيكي تمشي ابدا، شو ساوي هلا؟ شو رح تعمل؟ ماشي اسمعي، أنا عندي خطة، رح نروح ندق الجرس، خالتي رح تفتح الباب، أنا رح أحكي مع خالتي مو أنتي. أنتي أصلاً ما رح توقفي، أنتي رح تطلعي على الدرج، تطلعي على غرفتك، بعدين فوتي لجوا وقفلي الباب، ها؟ وفوراً على التخت، وبكرة أنتي طبعاً رح تطلعي من هون، ماشي؟ فهمتي؟ وهلأ منروح مباشرة من هون. ماني أهلين، تفضل. لا خالتي شكرا، بصراحة أنا جيت حتى وصل نانديني. خالتي كيفك؟ ها؟ طمنيني عنك، أنت منيحة؟ كتير منيحة. تمام؟ منيحة شكرا كتير، وأنت قلي كيفك اليوم؟ شو صار؟ ليش شوفي خالتي، ما صار شي بصراحة، أنا كنت عم فكر أنت كيف هيك كتير ذكية، بقصد تفهمي كل شي عالطاير. إيه بعرف، وما حدا بيطلع له معي وما بينضحك علي، بس ما عم أفهم شغلة واحدة، كيف هيك بتجي بوقت متأخر؟ متأخرين؟ نانديني السبب بكل الوقت. شو كانت عم تعمل؟ قولي شو يلي ما عملته خالتي. الصراحة كلنا طلعنا من الكلية بنفس الوقت، بس هي دائماً بدها تعمل كل شي على أصوله قبل ما تطلع، بتحب تكون مثالية. معك حق، على فكرة هاي مشكلة وراثية عنا بالعائلة، بتعرف شو؟ مرتي كمان بيعمل هيك تماماً. عن جد؟ بس هالشي حلو، على الأقل التقيت فيك وشفتك، بتعرف
بتعرف أنا حضرت شوية وجبات بتشهي كتير طيبة. كل شوي قبل ما تروح. نندو قلي له يبقى مشان ياكل. بدك تاكلي كمان؟ شو عم تساوي؟ انت اكلتي اليوم؟ ليش عم تهزي راسك؟ حاكيني منيح. خالتي؟ انا قلت لك هي كانت عم تتدرب ومن التدريب الطويل صار صوتها مبحوح. لهيك هي مو قدرانة تحكي ولازم تريح حنجرتها. ما في مشكلة، بس انت لازم تاكل. ماني؟ نعم. شو بدك تاكل، مخلل او صلصه؟ الاثنين. الاثنين؟ حبيبتي ناندو. ايه خالتي. خالتي هلا تذكرت اني مواعد رفيقي وهو عم يستناني ولازم روح بسرعه. ماشي سلام. استنى لا تروح، على اساس كنت رح تاكل من الوجبات. وجبات؟ في ايه صوت. خالتي. خلص أنا رح آكل من وجباتك. ماشي رح ساوي لك وجبات جديدة. تمام؟ ممتاز. صحيح خالتي، بصراحة عندي كم ملاحظة نسيتهم وبدي أسألها عنهم، فيني أطلع لفوق وآخذهم؟ إذا ما في مشكلة؟ ما في مشكلة. ليش مانك بالتخت؟ روحي نامي. تخت؟ لسه بكير. قبل ما نام في كتير شغلات متعودة أعملها. عن جد؟ شو هنن؟ بروح على الحمام لغسل رجلي، وبس خلص لازم روح فرش اسناني، وطبعا بغير اوعيي وبلبس اوعي النوم، وبعدين بدعي للرب ادعيتي اليوميه وبروح بنام. اذا ما بساوي كل هدول ما بكون سعيده. عن جد؟ وما بتساوي الغسيل والجلي؟ لا. طيب بسرعه ساوي يلي بدك اياه. أنا بعد شوي رح أطلع من هون، بعد شي 10 دقايق. يلا عم استناكي، أسرعي. أوكي. نجامتي 5 دقايق. يا رب بدي أكون قوية لحتى أكون منيحة مع العالم، وبدي العالم يعيش بسعادة وحب كبير. عمي عمتي وريشاب. وماني كمان. ماشي بكفي، يلا على النوم. انت ليش بتضل تعيط علي كل الوقت؟ نامي.
चुन कहीं से कुछ अनसुनी से होने लगी वो काबू दिल पे रहा ना हस्ती हमारी खोने लगी احتفظ بهذا الألم لما كان رشاب عم يواجه نوبة طلع من هالألم ضوء بالبيت؟ يا ربي ما عم صدق، شو المشكلة ناديني؟ يلا شو قررتي؟ كان موعدنا الساعة 7، وصار لي نص ساعة عم بستناكي، شوفي الوقت. آسفة، رح كون هونيك شوي بس. وهلا اسمعي، لا تتأخري. قومي بسرعة، وأول شي ساوي قهوة، قهوة سادة، وبعدين جازي حالك، بسرعة. شكرا لأنك ساويت، يعني قصدي أنا آسفة لأني خليتك تستنى ما رح أتأخر ماشي؟ ما عم صدق هالشي يا ربي هي كتير تنفعل وبتتوتر بس يا ترى متذكرة شو صار مبارح بالتفصيل؟ أنا شو عملت مبارح؟ يا ربي تأخرت كتير هلا ماني أكيد رح يعمل لي محاضرة ماني أنا آسفة كتير بعرف تأخرت ما عاد تنعود آخر مرة آسفة بعد اللي صار آسفة بتكفي أصلا أنا بعد يلي صار ليلة مبارح لازم قلك أنا آسف كتير وشو يلي صار مبارح يلا قلي عملت شي أنا فيك تقلي أنتي امبارح لما وصلتك عبيتك قبل هالشي اتنيناتنا بسيارتي بالمقعد اللي ورا انتي ماني مالهوترة كاسة واحدة بس ما بتمحي ذاكرة حدا بتذكر
قصدي بعرف إنه ما صار أي شيء بيناتنا بالسيارة. عن جد؟ طيب معناها على الأقل لازم تتذكري شو صار مبارح. بقصد على درج الجامعة لما كنتي وقتها كتير مشوبة، شو عملتي قليلي؟ وبعدين لازم تتذكري بالمقصف لما أنتي وأنا كنا عم نحكي عن البوكس، من البوكس انتقلتي على الشفايف. وبعدين لما كنا بالسيارة ما كنا قاعدين، كنا متسطحين، كنتي عم تطلع على السما، النجوم نيناتنا. من مبارح وأنا عم فكر بهالشي وما عم بقدر اتجاوزه. ماني ماني ما بتذكر شي. نانديني نانديني، إذا مو متذكرة معناها كيف؟ عم تقولي إنه ما صار شي مبارح بيناتنا؟ ها؟ قليلي نانديني. لأنه أنا بوثق فيك. طيب لحظة، بما أنك جيتي متأخرة عن الوقت اللي حددناه، هلأ رح نمشي حسب وقتي، رح نلتقي على حسب وقتي. ماشي، 7 المساء مو 7 الصباح. أوكي. بدي أسألك، مبارح المشروب يلي شربتيه مين أعطاك إياه؟ لازم أعرف ليش حطوله المخدر. مخدر؟ إيه. ماني ما بتذكر. ماشي، طيب أول ما بتتذكري خبريني. أكيد. المراية هلا هلا فورا نروح. مرحبا شباب كلكن. شو صاير معه؟ هاي آليا، الحفلة الموسيقية قربت وهي عم تبلش تعملنا لوكات جديدة كلنا واحد واحد، بتعرف كالعادة. فهمت عليك. دقيقة، كأني متذكر انك ما بتحبي تكوني أنيقة، شو تغير هلا؟ هلا قلت لهم الحفلة قربت، وإذا بتتذكروا شباب ما ضل معنا إلا 3 أيام. صح، لازم نبلش تمرين لأنه ما عنا وقت. يلا لنعزف روك أند رول. عن جد؟ كل هالشي كرمال الحفلة؟ أو
كرمال شي تاني. الحقيقة هالأيام آليا عندها كتير وقت فاضي، لهذا السبب عم تعذبني. مين حط المخدر؟ بتوقع أنت بحاجة هاد؟ أنت منقذي عن جد؟ ديروف؟ ديروف هو يلي عطاني المشروب. بس شو؟ لمشاهدة المزيد من الحلقات يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الإشعارات لتكونوا أول من يشاهدها.